اهلا بيكم وتحدي جديد ومن سيعرف الافيه. تحدي النهارده هو تحدي اعلامي من الدرجه الاولى. معانا لينا صالح. لينا صباح الورد. صباح الفل يا تامر، عامل ايه؟ الحمد لله تمام. لينا مذيعه زميله وبنت الاعلاميه الكبيره دي. تقولي ولا اقول انا؟ لا قول انت. قولي. منافسين. بنت الاعلاميه الكبيره. حوار صريح جدا جدا. اضحى النهارده يعني خلاص والله هتتبرى مني والله قريب خلاص. ونجم برامج الصباحيه حبيبي واخويا وزميلي امجد الشرقاوي. منور. عامل ايه يا امجد؟ الحمد لله كويس. الاخبار؟ الاثنين برج الدلو. والاثنين بينافسوا بعض من في المورنينج شو، يعني هو من 8 ل 10 من 8 ل 10 بس في ساعات مختلفه. فاحنا الاثنين اصلا بننافس بعض. والنهارده جينا ننافس بعض. هقطعك يا امجد، ابعد عن وشي. والله عمري ما سمعتها. ثقة بالله نجاح. ثقة بالله نجاح. جاهزين؟ ماشي. جاهزين. أول إفيه معانا، لو لازمك حسن أنا أحسن منه. أنا حاسه كريم عبد العزيز. لا أيوه. صح؟ استنى احنا هنجربه. أي برج؟ أبو علي. برافو. صح؟ دي مش بتجار. لا لا دي مش سهلة. على فكرة أنا يعني دي مش سهلة من غير خبط. أنا قايل والله العظيم. لا أنت خبط، أنت دي خبط. ماشي يا اسطى. كان مين قال لفين؟ فاكرة؟ منى زكي لحد قال لها لفين. صح. فين مشهد إيه؟ لا مالكش دعوة بقى خلاص، أنا اتحسبت لي بوينت. لو لازمك حسن أنا أحسن منه. جبت الترينك معاك؟ الناظر. والله انا خبطت الاول، اقسم بالله انا خبطت الاول. انا خبطت الاول صح؟ والله انا خبطت الاول. اهو انا اهو الناظر لما كان واقف معايا قال له تعرف ياباني هنعلمك، معاك الترنك هنجيب لك. والله يا زين. جبت ترنك معاك؟ ترنك. الدكتور قال لي اقف في حته تراوح. لا 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 انا قول ما تقول. استنى بقى استنى. انت خبطت يا تامر. انت كده بين ماركيه. ثانيه. لا ثانيه ايه فرصتي انا؟ طب ايه المشهد؟ لما هو قال لي يا برعي انت ليه بتوزع الاطباق من هنا؟ لا لا غلط. واقف لها. لا والله ما ده. لا لما كان بيوزع الاطباق من هنا وبعد كده قال له الدكتور اقف في حته تراوح. اصل الدكتور قال لي اقف في حته تراوح. اللي جاي سهل قوي. سهل قوي. قولي لي يا محاميحو. سيبها لك والله. ايه؟ استنى ليلى محميها وقعدت فين؟ كانت فين؟ هي كانت حاضره معايا. استنى تجربه دنماركيه معروف. لا حرام عليك حرام عليك حرام عليك. ها اخر محروس بتاع صح اهو، بس ده مع تعاطف من مذيع مش اكتر. معلش معلش ولا يهمنا دي من عندنا. قولي لي يا محميها. يا ايه؟ محميها. يلا عشان عمر الحقيقي. ظرف طارق. عمر الحقيقي صور معاه بقى. ايوه والله كانت هي كده صح. مين اللي قاله؟ مين اللي قاله؟ انا. احمد حلمي. احمد حلمي قالها في ظرف طارق. صح. ايه عمر الحريري هنا اتصور معاه بقى. لو ده هيثبت لك اني بحبك. برافو عليك ابني. فين بقى؟ حبيبي. ده السقه. فين؟ أيوة. مع منى. افريكانو. افريكانو. ايوه لما نط الشلال وبتاع. ده ستارت. ثلاثة على واحد ايه؟ يا دوب. أربعة على واحد كام؟ حرام. الحاج متولي. ثلاثة على واحد ايه؟ يا دوب. أربعة على واحد ايه؟ حرام. عربيتك حلوة أوي يا عماد. ايوه يلا اهدي بقى اهدي اهدي. عماد ده عماد ده يلا املي هوا صح؟ قال لك كانش عماد. استنى لا مش استنى. لا عرفت مني ليه؟ الرهينه ايوه عماد فضه فضه. والله انا حزين والله. دي حلقه مبنيه على حزني انا. الرهينه اللي بتغرز احمد عز قالها لمحمد شرف. ايوه كملي بقى. ايه بقى اللي قايله؟ قوي يا عماد. 4 باي 4 دي انا 4 باي 4 خلاص. انا يا مان بتاعتي نقطتي. بس انا سهلت لك. انا ما انا جبتها 4 باي 4 يا جدع. بطل الافيه معانا النهارده هو محمد هنيدي. انا قلت لا. قول بقى. رواندا تشيك. رواندا تشيك ده اللي هو بتاع ده. في تاني استنى. في بتاع اسمه اقول لنفس الفيلم عادي. كمل بقى يا نفس الفيلم عادي. مش فارقه يعني. اللي هو ابنك مش ابنك ولا امك ولا انا يا سلطان. امك ولا الحاج يا طه. ايوه طبعا مثلا معروفة. مثلا وبعد كده بقى وهو دهن لما دهن زيت في نفس الفيلم. اللي هو ايه بقى؟ ايه؟ لا ده في حرق يعني تشوفه ما تسمعوش.
استنى تقول لك على حاجه بلاش دوت افتكر اسم الفيلم تايم خلص خلاص اللي فاز معانا النهارده ببطل الافيه هي لينا صالح كده تكون انتهت منافستنا النهارده في من سيعرف الافيه النهارده احنا معاكم من حي الاشجار ومن سيعرف الافيه من الكنافه باورد باي اي جي اي ريال استيت نتقابلوا منافسه جديده قريب باي باي